الحمد لله رب العالمين يؤتي المصلحين أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يا أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا دعاة خير وإصلاح ولا تعثوا في الأرض مفسدين فمن الناس من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ومنهم من يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وشتان بين الفريقين والله يعلم المفسد من المصلح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسيجازي كلا بعمله ويوفيه حسابه عباد الله إن سبل الإصلاح كثيرة وكل مسلم يطلب منه أن يساهم بما يستطيعه منها بارك الله فيكم وضع خطف كأن الله كساب سنان دونان إلا إسفراء أن بالله إسكتر ترسيو سمح يهشي سينتا إيه إصلاحا إيه سمكة تلنتا وإن سمحا لغتانيه وإن لغهر تغحمانتا وإن لباتشيو إن سفرد أن بمعنى الدراء ودى تورنيق قفك مسلم كأه ويديق مسلم كوا قالي إلهي ما حرمي سبحانه وتعالى قفك مسلم كما بنانا إن ديكي سلقو دادي يظلم سدوك لما بنانا إن مالكي سلقو بابي أما عرضي سيا شرفتي سيا ملكي سيا كرامتي سنا إن مالك قدعه وحا إلهي نفر سبحانه وتعالى دادك إن نغوية نواناك إن لغت لي السماها إلهي وحو إن أقرب إن نعرند فسهاد النوم ugu bay dadku waa laba oo labada ka doorato ayuun baad noqonaysaa adiga kala xulanay waxa rasuulku sheegay salaatullaahi wa salaamuhu alayhi inna minan naasi naasan mafatiihu lil khayri maghaliqu lil shar wa inna minan naasi naasan maghaliqu lil khayri mafatiihu lil shar hadith kan sahiha rasuulku wuxuu ku yiri salaatullaahi wa salaamuhu alayhi ذاتك وحكا من أقار فراياش خيرك فراياش خيرك إيه وناك إيه السماها شرك نكو أقف الله إيه الباب شرك يسكو قدباء وهرشوك سلا ذاتك وحكا من أقار فراياش شرك إن من الناس الناس مغاليق لمفاتيح للشر مغاليق للخير ذاتك وحكا من أقار فراياش شرك ومر الله مرك فرصة أيها الآن طب ينتحان يظلم يدع يدل سد بيرؤو استعرما خير كنا أن لبطو سكرين مركا وقفك مسلم كوائن ونغضا وقف خشير كيسكو قدباء وهرت وكسدا خير كنا فراها ونغضا منافقين تا إلهي سبحانه وتعالى يساقو كهد ليوحو يلي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون مركا لقول هذا وررد إلهي خربنا ودلك خلخلننا وفسهادننا عقيدة هانية عمل هانية ابن هانبا وحي إلى هذا المايا سيدنا يا وناك يا إصلاحا وأسبر إن أدتك معنيه الأستاذ سيكاديك أنت ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بإلهي سبحانه لكن وميجا مفسدين ما هو غير المفسدين وإن وناك لقى شقيه سماهنا لقى تليه الله سبحانه وتعالى قفك حماها كتلنا يا إياك سماها كتل يا ربي وكرا يا قانا والله يعلم والله يعلم المفسد من المصلح مدول بنا عمل كيسا إلهي كوابا المرندونا قفك استوى مسلم وحلقت البغي أنبال لقى دونيا
inu hadhi ya charaala samaha kataliyo iyo wanaaga wa in aad ka qayb qaadato oo aad ka geysato wixii aad kari karayso dadka in aad khayrka ugu yeedho wanaaga amarto farto xumaantana aad ka reebto wax barto dariiq kasto oo aad ku islaaxin lahayd markay dhibaato dhex timaadana waa in aad la timaado waayo marka ummadu waxay helaysaa ammaan waxaad ka badbaadaysaa ilaahay cadaabkiisa subxaanahu wa tacaala haddii wanaagga la iska reebo la isamri waayo xumaantana la iska reebi waayo waa la halaagsamay falawlaa kaana min alquruuni min qablikum quluu baqiyatin yanhawna cani alfasaadi fi lard إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين بعد الله سبحانه وتعالى تذكي ذيك ذكور رأيي وحكم ذا إن بدن وخير له حمانة الرأي ترتي أما هذا تذكي إن بدن وكم ذي ميسلان نغضا إن ير أيوم بأن نغطيك ووناك فرا حمانة نكرر لكن كوي ظلمي قاسميي أما حمانة اللي بوحي راعين ladnaantii ayay hay waayeen waxaana noqdeen kuwa mujrimiina ilaahay cidna dulmi kuma halaago wamaa kaana rabbuka liyuhlika alqura bidulmin wa ahluha muslixuun ilaahay subxaana wa tacaala qolana dulmi kuma rogo ayaga oo wanaag samaynaya oo islaax la imanaya bal muxuu ku dhimanayaa qofka muslimka wal isaga laftigiisu muxuu naftiisa u gelinayaa mahalakada muxuu u bareeray muxuu difaacaya maxaa la ogolyahay qofka muslimka naftiisu inay ku baxdo sharciga islaamku muxuu ogolyahay maalkaaga inaad ku bixiso muxuu ogolyahay inaad difaacdo muxuu ku dhimanayaa qofka qofku wuxuu ku dhimanayaa waa maxay nasal allah alcaafiya waa musiiba weeye marka waxaad ogaanaysaa ee dadka qaarkood baa furayaashii sharka ah khayrkana qufulla ku ah sidani markay dhacdo ilaahay ciqaabkiisa ayaa imanaya macaasi fara badan baa dhacaysa alla waxaa dhacaya oo wixii doorashada iyo amaaguurkii iyo balaayadii ka dhashay oo dhan weeye ummadi waxaanay aqoonin sharcigeedana aanay ku sugnayn markay faraha la gasho natiijadu waxay noqonaysaa waxaa la mahadin bay noqonaysaa waxaa la garanay odayaal baa u talin jiray culimaa u talin jirtay wanaagun bay ahay waxaa idiree arkaysaa inay isweydiiyaan un 25 qof ayna u baahanna odayaal xaaji cabdi ka mid ah iyo waxgarad iyo culimo inta ka mid ah la yidhaahdo waa 25 wax inoo tari kara oo wanaagsan oo xul ah aynu xuladno bes inanta yare 4 jirkii aanba la 30 jirkii maxay garanaysaa maxay soo xulaysaa fooda isla wada gashay bal ta dhibanaysaa maxay u dhibanaysaa hebel baa dhacay hebel kala waayey hebel baa waxa dheeray geel hebel baa waxa dheeray kuwana dhacay kuwana ka noqday kuwana san noqday warba waxa meesha ka socday dhiiggii islaamku ku daadanaya bare xalayn badan baa qaar baa dhintay qaar baa dhaawacmay imikada inuu rasaasta maqlaynaa ayaa dhowdhowda war dadku maxay ku dhimanayaan bal markuu ilaahay hortago kii la dilay muxuu odhanayaa ilaahay oo maxaan u dhintay ilaa nafta ilaahay baa waa ammaan bal maxaad kaga jawaabaysaa ka dilay laftiisa muxuu kaga jawaabaya ilaa tallaabooyin kaloo ku karaariyaa u bannaanayn oo u furayd moogta marka waa ilaahay ha laga boqo subxaanahu wa tacaala oo waxan markii la gelayay dee wax loo bareeday buu ahaayo waxa ka soo baxa waa in maaragta teeda kale waa in dadku fahmaan qabaailka waxba kama dhexeeyaan dee cidda wax tabanaysaa guddi doorashaa jirta iyo wax la mid ah ciddaasun bay la xisaabtamaysaa reer reer wax u hayaa ma jiro amba kun ha u soo baxo amba kow ha u soo baxo reer waliba dee kii tashada waa noocaas oo kale ma ogta reerka la dhowr iyo soddon kan in iska sharaxday ma jayna ma jayna dhowr iyo soddon kuba ma caqli ba marka tala weydo tala garan weydo soo inaad iska aamusto sow maaha ma jaynaa tahay dee laba iyo soddon kaygu waa soo mantiq ba caqli miyay tahay marka qofka muslimku waa inuu xisaabtamo weeye waa inaan amnigana la khalkhalin amniga waa inaan la khalkhalin amniga adigaa ku nool saajisku camiraan maayo meheraddu camiraan mayso xalay oo keliya caruurta jaamacadaha hargey xaruur guryaheena waa laga wada tegey caruurta jaamacadda ka dhigeen isay feera sula iskuulkii la odhan jiray amba jaamacadda hargeysa waxay ka soo wareegeen waddada ka soo dhacday sharacle bal ilmahaasi intuu soo socday baad u malaynaysa marka biriishku go'ay ee kii kale go'ay ee kaa kale go'ay ayaa bas wuxuu kala soo wareegay sharaaq inuu maogu ka soo guriyo hooyadii waa dhibta ugu yar wallaahi inaanay weli beer duban beer inaanay duban war amnigiina ilaashada
amnigiina ilaashada war kuma xildhibaanaad joogay deegaanka ah raggaad ogeyd baa joogay wax tarkoodu wada muuqanayo ilaa lama afi qofka muslimka waa wixiisa la sheega wixii kale lagu larhayo adigu ku larhooto adigu akhri waxbaa la gurtay waxbaa la qaatay anagu wadooyinku baanu aragnaa dee waxaanu aragnu baanu sheegayna wax tarkoodu uu dadku waxa ku daraan wuxuu yiri laakiin uu muuqda jiciir iyo gruubkiisa laakiin xaafadaadu ahaayee maxaad gaar ugu qabtay adigu gaar maxaad ugu qabtay maxaa lagu siin jiray ummaduna inuu shaqeeyoon weeye maaha in caruurta lagu dilo waxaan macno lahayn indhiiga muslimiinta in lagu daadiyo maaha dadku waa inay ilaahay ka baqaan subxaanahu wa tacaala amniga waa garanaysaan dagaal waaye arag baa loo yahay dagaal ummaddani waaye arag bay u tahay khasaarihiisana waa la yaqaanaa khasaarihiisana waa la garanaya qof loo sharaxayaa ma jiro wuu garanaya waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani almunkar waulaa'ika hum lmuflixuun ilaahay baa inaba amraya subxaana wa tacaala ummaddu inay noqoto qaar khayrka isugu yeedha wanaaggana isa faraafara xumaantana iska reeba waulaa'ika hum lmuflixuun waibna xaafadiba xaafaday waaniso oo la yidhahdo war iftina ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo iska fadhiista cidday wax ka maqan tahay cidda wax u haysa hala xisaabtanto dee laami la carara iyo waddo la jara iyo dhib iyo askari la shiida oo isla wax dila iyo waxaan oo dhani ummadda bixin maayaan waxaani wanaag keeni maayaan khayr iyo faa'iida ka dhalan mayso waa inta waxgarka waxgaradkii markay macquul noqoto weeye mar walba ergada lama bilaabo maashu mararka qaarkood baanay saalixayn laakiin markay macquul noqoto waa in wanaagga laysu sheego weeye allah subxaanahu wa tacaala haddii wanaagga la isfari waayo oo wanaagga isfaridiisa dib loo dhigo xumaantana la yska reebi waayo waxaad ogaanaysaa ciqaabka ilaahay uu iska imanayo fataquu llaha waaslixuu daata baynikum baa ilaahay waa amar ilaahay ka baqa oo dhexdiinnana wanaag ka shaqeeya iyo samafalid rasuulku salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaa laga wariyay inuu yidhi alaa ukhbirukum biafdala min darajati siyaami wasalaati wasadaqa ma idinka waramaa wax ka fadli badan darajada salaada iyo soomka iyo sadaqada qaaluu bala qaala islaaxu daati lbayn waa in la dhexdhexaadiyo dadka dhexdooda xumaantu ay markaa ka daagan tahay fa ina fasaada daati lbayni huwa alxaariqa macnaa dadka dhexdooda inay xumaato amba isqabsadaan waa mid xiirta diinta oo diintii meesha ka saaraysa weeye marka baaraka allaahu fiikum waa in la dadaalo wanaag laga dhaliyo waa in cidda kelmadali arrinta ay ka hadasho waa in arrimaha cagta loo dhigo waa in wanaag laga shaqeeyo waa in dadka inta wax magaratada ah lama tilmaamo waxaana toojin karaynin lama kiciyo waxaana toojin karin lama kiciyo isweydii isweydii inaad qarsoomayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arkayo kelmaddaada markaa qofku noocu doonaba ha noqdo mar baad kelmad xun ku sababi kartaa carabkaaga oo fasaad iyo xumaan oo dhani ay ka dhalan karayso marka carabadeennana aynu ilaashanno arrinta wanaaggeeda ha laga shaqeeyo islaaxeeda ha laga galo dadka wanaagsan ee kelmadda leh ee odayaasha ah ee reer magaalka ah amba odayaal ha noqdaan amba culimo ha noqdaan amba cuqaal ha noqdaan waa in amniga laga shaqeeyo cidda wax tabanaysaana cidday wax ka tabanayso oo walilaahi alxamdu waxaynu ku leedanay doorka reera waxba kala taban maayaan waa niman la yidhaahdo guddiga doorashada iyo axsaab ha xisaabtamaan iyagu ha xisaabtamaan waxay isweydiiyaan laakiin dhibka iyo maaragtay dhagaxa iyo xabadda waa in cagta loo dhigo bilayskuna allaha ka baqaan bilaysku ma aha dadka in dilalaayo maaha waa qofka muslimka dhiiggiisuna ciyaar ku baxa maaha inaad cidlo ku dhaawacmo maaha inuu iska dhinta maaha waa in sababa sababtay ka fududdahay aad ku joojin karto waa inaad ku joojiso islaamku wuxuu ka hadlaa waxa la yidhahdo dafcu saail xataa askaritoo lagu weeraro dafcu saail waxa weeyaa bimacnaa qofku siduu iskaga difaaci karaa qofka weerarka horarka ah haddii tuug dhagasitaa uu kuu soo dhaco baas inaad ku furto maaha tuugu hadduu qaylada kaaga tegayo ku qayli qabtaay dheh hayaay dheh hadduu maaragtay dhirbaaxo kaaga tegayo dhirbaaxo aakhir wahna wax naftiisu ku baxdaa oo waxa ugu dambaysa weeye waa markaad xal kala weydo ee naftaada iyo caddadaada uu kugu yimaado bilayskuna allaha ka baqaan
cagtaha u dhiga way waxana waxay sii shidayaan oo dabka iyo waxay sii shidayaan oo fitanta sii shidayaan waa in de asaliib kale ay u dhaqmaan oo systemka dawladuhu ay u dhaqmaan aa siyaabo kale way la yimaad اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله يقول هذا القرآن خير بكم اتره فاقبضا وتدخوا أي فقان صدح الرباط مركا كفقيان متكود مويان إن يسام ريان صدق الله بحيه والركي هبن أم بقويس كيري هبن ويدي باتي سي سين وحطر تاسو كلين لقفقوا لقفت الشدو شرعي وقوليه waxa kala sharci uu gol yahay in loo faqo wixii wanaag ah in la isfaro waxa kala sharci uu gol yahay in laga wada tashado laga faqo aw islaahin bayna naas iyo dadka in la dhexdhexaadiyo dhexdooda wanaag laga shaqeeyo wama yafcal dalika ibtigaa mardaati illahi fa sawfa nutihi ajran adheema ajraa uu weey buqof ku helay ilaahi darti markay ka tahay hatta shariicada islaamku waxay ku ogoshahay labada qof markay dhexdhexaadinayso إن حتى دحدود بين السميسو تداهدو ورقفكن هبل وحبكا وحبكا لباتاك هو ما هيو كوما النعبا وعلاك هو ما هيو أدقوا أبين وبوسي هاي أدقوا أبين عن وحبا وقلي وأي الرسول كوحي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ما هبين عليه كدتك دحدة حادية كان خير كقارسين يا كان خير كقارسين يا أو يقول خيرا وإن حتى واحد بنتي ما لقوه قليا بين إن هذا أنت أنا سوى نفس هذا السوء حتى عندك بوك اللي فتوه أي سوى سوى دوانا يان مذو البع إن السيدي سوق العصا وحتى بين هذا بوك اللي في سين أفسكتو أي بنتي بار إلى الرسول قلت الماما يا إن أنا بين أنا كل نقوين أي خير كل نقوين عصا وخير كل الرتو وين أقعد كل الرتو نعرفوف لما نقدم تذكر اللي يسكت مدينه حمانته لقى ما غيب غاتو وناك وهي رسولك وحي صلوات الله والسلام عليه القتات لا يدخل الجنة بين عبارة النماميوها بك دفك يسكد إلى جنة قلي ما يبع رسولك وحي صلوات الله والسلام عليه وحيا بها عذاب القبر وقفك كم متنوى حكم إن دفك لا يسكد له سيدوك لنمك وكيسير قراء أم بجرنا لذا قراء أم بيدا عضاها كهد لا وحي هبان وإن الشيقان وي ورك غير كود بان لسيدي وركو يسقو رنا ودوكتهي أيها هذي اللي باتبا ديني اللي باتك كدرا تند عضايا أي كسي دلان السلام الشيقو أدبو خير بدنتا أدبو خطر بدنتا مركا قفك وركو تبين يوائنه بيو وإن هذا يكتورو حتى ربها هذي محادي باتك دلان كرا محور دلان كيني كرا ما نتيجة اسم ما نقول كرتا وحيا بقي ما إسلام كوح يقال نوح لا إله ذو إلا سبا إلا سؤال مفاسدة هي مصالحنا ما هو حن كذا لنكره حتى فعل كان زمان سوى إن ذلك توي مركزتك وحقرا إذا إعلام كشف قيام بيس أي ورفا فنتو إله هكبقا الله هكبقا سبحانه وتعالى ووحي الشيخ يان همي سامع وحي الشيخ يان همي سامع والإسلام حتى وحينا فرينين iyaha weena idiisu haday isqabtaan inaynu dhexdhexaadino wa halka ugu hooseysa balay wa nin iyaha weenaydi wa in imraatun khafat min ba'liha nushusan aw i'raadan fala jinaaha alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr ilahi ba ayda ku xidha was-sulhu khayr macna haday haweeni ay ninkeeda uga baqataan baa ku ogaato inuu ka santaagayo amba uu ka waji dadbayo wax dambi ma saarayn dheereys heshiyaan islaax la sameeyaan rabbi wuxuu ri wa sulhu khayr wa sulhu alba la gali ma ogtahay wa islaax wanaag sameeynta oo dhan amba islaax oo dhan amba samaka talinta oo dhan waa khayr khilaafkuna waa shar wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima هذا يحدث حادثة إصلاح لاتمادان وإلهي كبغتان إلهي سبحانه وتعالى كدن بدافست بدن إن حريست بدن لوي إلهي مركع وينون نحريصان وإن ضعيفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما
إلهي وحل لبك وحوض المسلمين تكمل هذا استلان دحد حادي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله تقردرا هذا قرد ويله تتحقق تأجل لصفت وي فإفات فأصلحوا بينهما بالعدل وأخصروا إن الله يحب المقصدين فلا يدى دحد حادي وهذا تقردرا يدوين يقرق هذا تؤيد الله تقالما هذا يسون نقطه وناك وصون نقطه بحد حالية عدالة ببرنقة عدالتنا السمية إن الله يحب المقصدين إلهي وحوك عليها يكون عدالة السمية أيها ربي وحوك عليها إلهي بأينا أمري إن داد صلح الله السمية وناك السمية إن أسباب تفتن تودن لتشاره عدالتنا واعد غفو لي وحقي سينو هلوي وحا مسلمين تواجب كؤه إن أمن بوضع أي سفتان وحكا لو واجب إن ديك قفك مسلم كألا إلى ريو كعبة أي ندمان تلحق إذا أتكن وكعبة قوي عقيدة بقلبك مسلم كأنبا مؤمن كأنت كل اكتوادوكت هاي كعبة حرمة أي اللي هذا هاي نواد من القرنين هدنا واحد وقاتا إلمها أغير مسلمين تأه حرمته ولي هي با كوي تكعبدوا الا الله لكن النجا وامه اسلامه هذانا اسلام نمد اينو شيغان اينو ان واخبا كغرانينين وحد اوغانيسا كعبدا ادرغتي وها حرمديس اي كوي تهي حرمه قفكا مسلم كاوي حرمه دمي ومالكيسا يا عرضيسا يا شرفتي سبوا ان لا اله الا هو مركا ددكو الله كبقى والإلهي هل قبقه الله هل قبقه هل ونقضه حسابت أنه إلهي هل قبقه وأنك حسب إيسو هرى إلي نراده أنت سمع تضبطه إيسو هذا بحيلها ومن دخبا وحن ده هذا بقاطي أنه هو حابنه روله وروله وروح الإسلام كما يقان إما كانوا أولينا لكن تضبط مركات كانت تضبط لتيني ووحد في ليسين تضبط بين إيسو بحان ما يا إلى حقيقة وين لسه شيء قوي قارون بصوب حيلها هدي هذا احتبنا يسمر طريقه لكن إلالي تضيوج مسلمين تأديك وذا إلالي سببها وقلنا قنن أديك عودة ضد مسلمين إن ديك وذا طه إن ضد مسلمين أي نافوبان إن ضد مسلمين لا وعجاله إن ضد مسلمين مالك وذا بابه وأديك إلى هاي قيامها كوقف صدر سبحانه وتعالى adiga in ilaahay qiyaamaha ku qabsado adiguna wixii aad waraaka geysan karto ka geyso oo ka tar iska sabra iska sabra waligeed bay Soomaalidu taqaanay aad yabaalay haday dhacday moogta marka sabr hala sabr wanaag ka shaqeey isku darsanina laba in aad waxa doonaysaa weydo aad ku tala gashay iyo in waxaan adduunyada iyo aakhiraba ka hadhina ay ku raacaan oo ah adiga aawada dad muslimiin inay maaragtay كنا فوايانا باي كنا وعمان إلهي هل قبقه سبحانه وتعالى ور الله هل قبقه ور إلهي هل قبقه مدحد إلهي كبقان ومسلمين إلهي كبقان وإنما كان حسابت لا إلهي كبقان وكوة دورشد دون يا الله كبقان وأقاد إلا دماني ور أقاد إلا دماني وليد ويدين دون أقاد إلهي كبقه سبحانه وتعالى وقف كي حمانا رتاك قيسنا يا هكهر كي هرأو قيسنا الله وقتوبتك وناك كتلي وناك كتلي ورسلاح كتلي إلهي وحن كبرينا مسلمين انت دبني إلهي نبقى إنو كقابة إلهي وحن كبرينا انت قال ذا قعنت وقترت إلهي قال ذا قعنت وذا كسيد داي اللهم فك عنه إلهي انت مقتعف ماذا الله الصين إلهي انت لما تأل الله ونحرسته إلهي وحن كبرينا إنو أمنك إنو الصبو إلهي وحن كبرينا إنو أمنك إنو الصبو إلهي وحن كبرينا إنو أمنك إنو الصبو إلهي تعسينو كبرينا إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إنه حبي شركا يفتنتن إلهي إنه من قبت باديه ويفتنت إلهي بعلاقة مغنقلا وحد وغاني ساكفتنت وذاكمك وبناتي من مسكينون ألكي سايسكتش ومساتك كتش رأيي سو قاعد دون تايو كل من دونا إلهي وحن كبرينا إنه فتنت هاي نقا قبوتشي إلهي فتنت هاي نقا قبوتشي إلهي هاي نقا هاي نقا يلكو أن كقيب قادم إلهي وحن كبرينا إنه نقا قوي أن فتنت كقيب قادم إلهي وحن كبرينا إنه نقا قوي وناقا إصلاح كشطية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأقم الصلاة Thank you.